بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرض أحداث اليوم من تلفزيون السودان، هذه أبرز عناوينه. لدى لقائه البرهان، وفد المقاومة الشعبية بإقليم دارفور يؤكد وقوفه مع القوات المسلحة في معركة الكرامة. اللجنة العليا للتعامل مع بعثة الأمم المتحدة تقف على الأوضاع الإنسانية بالبلاد. والي الخرطوم يفتتح فرعا جديدا لبنك أم درمان الوطني بكرري. أهلا بكم. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقال العام للقوات المسلحة الفريق أول رول عبد الفتاح البرهان ببور السودان، التقى وفد هيئة الإسناد بإقليم دارفور بحضور حاكم الإقليم من نياركو مناوي، وتطرق اللقاء إلى الجهود التي بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية لتقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل وصول المساعدات لهم. وقال الأستاذ أحمد حامد رحمة رئيس هيئة الإسناد، قال إن اللقاء تناول أيضا ملاحم البطولة والصمود التي أبداها مواطني الفاشر في مقاومة محاولات ميليشيا الدقر الإرهابية للنيل من أمن واستقرار المواطنين بشمال دارفور، مبينا أن اللقاء تطرق أيضا للقضايا الإنسانية وكيفية الاستجابة لتقديم العون الإنساني لمواطني إقليم دارفور، فضلا عن تدريب المستنفرين بالفاشر وتزويدهم بكل ما من شأنه دعم وإسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة. باسم هيئة الإسناد وديناهما نحن قمنا به، أي أبصرناه ما قمنا به في الفترة الفاتت، وبالفعل هو أيضا كان ملم به أهل دارفور وصمودهم في الفاشر وأنه يثبتوا ولاية شمال دارفور في الفترة الفاتت ورئاستها الفاشر، وحقيقة نحن شاكرين لهم. ومن بعده برضه نشكر الله سبحانه وتعالى من قبل، ومن بعده نشكر السيد الرئيس والحاكم إقليم دارفور لاستضافتهم لنا في بحر الأحمر وحلوا كثير من المشاكل، وطرقنا الناحية الأمنية والناحية الأمن الإنساني، وبالفعل إنه يتجاوبوا معنا دون بعد من التناكر عشان إنه على الأقل يخففوا لأهلنا في دارفور جانب بتاعت الماء. وحقيقة أهلنا بعانوا، وخاصة مدينة الفاشر بقى مكتزة بالسكان نازحين من قبله، ومن ثم النازحين الذين أتوا علينا من محليات المختلفة من زالينجا ومن الولايات المختلفة، سوري، من زالينجا والنيالة وجنينة وبعض المحليات الفاشر، وبالإضافة إلى الآسمة خرطوم برضو نزح منه جزء كبير من الناس وصلوا إلى رئاسة الفاشر، باعتبار أنه فاشر هي حتة ممكن آمنة ممكن تأمنهم نوع ما. كما بحث رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان مع وفد المقاومة الشعبية لأهل دارفور برئاسة المقدوم صلاح الدين محمد الفضل، بحث المشهودات التي بذلتها المقاومة في مواجهة انتهاكات ميليشيا الدقل الإرهابية. وقال الفضل إن المقاومة تعمل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة في معركتها ضد التمرد من أجل تحرير الوطن من دنس الميليشيا، مبينا أن المقاومة الشعبية تضم ممثلين لكل ولايات دارفور الخمسة وتعمل تنسيق مع نظيراتها في مختلف أقاليم السودان. وأضاف أنه تم تهيئة المعسكرات لاستقبال المستنفرين من كافة ولايات دارفور، وذلك في إطار حملة الاستنفار العام من أجل وحدة وسلامة الوطن، مؤكدا وقوف أهل دارفور مع القوات المسلحة ومساندتهم لها في معركة الكرامة في شتى مناطق العمليات. وحدة أبناء دارفور في هذه المقاومة الشعبية مساندة ودعما لقوات الشعب المسلحة من أجل تحرير الوطن من دنس التمرد وميليشيا الجنجويد. والحمد لله يعني التقينا به مكونات الممثلين لكل ولايات دارفور الخمس، وتحدثنا عن كيفية تكوين هذه المقاومة الشعبية والتنسيق مع بقية المقاومات الشعبية في أقاليم السودان المختلفة، ونحمد الله سبحانه وجدنا دعما كاملا وتفهما يعني كبيرا، وباذن الله وبينا للسيد الرئيس بدعمنا لكل معسكرات التدريب، واستنفرنا ابنائنا الى الانضمام الى القوات المسلحه والى الاستنفار العام
من أجل وحدة وسلامة أراضي الوطن. انعقد ببور سودان الاجتماع الثالث للجنة العليا للتعامل مع بعثة الأمم المتحدة برئاسة الفريق ركن بحري إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة. وأوضح دكتور جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام عضو اللجنة، أوضح أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات في مقدمتها الوضع الإنساني وما تم بذله من جهود في هذا المجال بجانب تقديم تقرير بشأن الموقف الغذائي بالبلاد. وخرجت مخرجات تتعلق فعلا بالمعالجات الإنسانية والمعالجات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والإنتاجية والقضايا ذات العلاقة بالعمل الإنساني في الإطار الوطني وفي الإطار الخارجي أيضا. أن هنالك عدد كبير من المنظمات التي تتقدم بالطلبات ولكن لم تلتزم بالإيفاء بالمطلوبات وتقديم المطلوب في الوقت المطلوب، وهذا أيضا بيحتاج إلى مراجعة وإلى مدارسة. والسودان مستعد لتقديم كل التسهيلات الممكنة بما يحقق الرضا الاجتماعي ولكن في إطار القوانين المنظمة للعمل الإنساني والعمل الاجتماعي وللعمل الغذائي ومطلوبات الغذاء. كما أن هنالك جهود مستمرة عبر الدبلوماسية السودانية للاستجابة للمطلوبات ذات العلاقة بالشأن الوطني وسيادة الوطن. ترأس الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة، ترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لإدارة أنظمة وقواعد وبيانات الشرطة. وأوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد توم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، أوضح أن الاجتماع ناقش أهمية تطوير أنظمة الشرطة المختلفة الخاصة بتقديم خدماتها للمواطنين في مجالات المرور، الجوازات، الهجرة، السجل المدني والأدلة الجنائية، مشيرا إلى أن الاجتماع استعرض كيفية إنشاء مركز موحد للأنظمة وتطويرها بجانب تشغيل نظام البصمة المدنية، مبينا أن الاجتماع تطرق أيضا إلى أهمية وجود نظام اتصالات بديل للشرطة. ناقش هذا الاجتماع أهمية تطوير أنظمة الشرطة المختلفة. أنظمة الشرطة تعني بالأنظمة التي تقدم خدمات للمواطنين متمثلة في أنظمة المرور والجوازات والسجل المدني والأدلة الجنائية، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون المالية ومدراء هذه الإدارات ومدير شركة CDS شركة تطوير النظم الشركة المعنية بأنظمة الشرطة. ناقش الاجتماع كيفية إنشاء مركز موحد لهذه الأنظمة، كذلك ناقش الاجتماع أهمية تطوير هذه الأنظمة وتحديثها وتشغيل نظام البصمة المدنية، كذلك تعرض الاجتماع لأهمية وجود نظام اتصالات بديل للشرطة. خرج الاجتماع بقرارات مهمة جدا من شأنها أن تدفع بعمل الشرطة وتوفر خدمات متكاملة للمواطنين. سينعقد المجلس إن شاء الله كل شهر حتى تتم تنفيذ هذه القرارات وحتى يتم تطوير أنظمة تقديم الخدمة للمواطنين. عرض أحداث اليوم متواصل معكم من تلفزيون السودان، ونفتح ملفا خاصا بولاية الخرطوم، حيث توجهت قافلة الدعم والمؤازرة للقوات المسلحة ومحلية كبري بالخرطوم المقدمة من وحدة العبيدية الفاروق بمحلية بربر بولاية نهر النيل. وأشار الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو جرون والي نهر النيل المكلف، أشار إلى أن القافلة تأتي متسقة مع جهود الولاية الرامية إلى الوقوف إلى جانب القوات المسلحة في معركة الكرامة، مؤكدا أنها من ضمن سلسلة من القوافل التي درجت الولاية على تقديمها. من جانبه أعلن حسن كرار الفضلابي المدير التنفيذي لمحلية بربر، أعلن عن عزمهم على تقديم المزيد من القوافل لتصل لكل شبر دنسته ميليشيا الدجل الإرهابية. أحييهم جميعا وأحيي مواطني قطاع العبيدية وقطاع الفاروق وقطاع القنبرات، وأحييهم جميعا فردا فردا. وزي ما قالوا الإخوة دي الغافلة رقم 4، نحن يا جماعة بنسجل
دي الغافله نمر اربعه الجيش واحده وثلاثه الخرطوم ولسه يعني اهلنا في العبيديه ما حيقيفوا لحد ما البلد دي تتنظف تماما ان شاء الله باذنه تعالى. هذه الغافله زي ما قال اخونا سعاده اللواء كمال مكلفه 100 مليار تقريبا، وان شاء الله بكره غافله الكدر جاهزه يا سيد الوالي حتستقبلها في نفس المكان ده. الله اكبر. وان شاء الله كل امكانيات محليه بربر مسخر لصالح القوات المسلحه الى ان تنجلي هذه الامه. علينا على نفسنا نحن نكون خلف السيد الوالي في كل صغيره او كبيره، دعما للقوات المسلحه ودعما لحكومه الولايه ودعما للحكومه المركزيه. ان شاء الله ان شاء الله وباذن الله يكون في غوافل ثانيه ان شاء الله حتى ينجلي الموقف. وتسلم والي الخرطوم احمد عثمان حمزه الدعم والسند من قافله مناطق العبيديه والفاروق بمحليه بربر بولايه نهر النيل ورابطه ابناء دارفور بالولايه، وذلك بحضور اعضاء حكومته وهيئه امن الولايه ونائب رئيس اللجنه العليا للاستنفار وتنظيم المقاومه واعضاء اللجنه. استقبل والي الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزه وبحضور اللواء الحسن علي محمد صالح مدير هيئه امن ولايه الخرطوم واللواء محمد الطيب امبيقه رئيس دائره امن ام درمان الكبرى ومدير عام وزاره الصحه دكتور محمود القايم والاستاذ سيف الدين مختار مدير عام وزاره التنميه الاجتماعيه. استقبلوا قافله مناطق محليه بربر بولايه نهر النيل دعما للقوات المسلحه والقوات النظاميه الاخرى في معركه الكرامه، واكد ممثل المحليه بانهم سيكونون في خندق واحد مع القوات المسلحه حتى تحقيق النصر وبكافه انواع الدعم. احنا في محليه العبيديه والفاروق في ولايه نهر النيل في محليه بربر نحن علينا على نفسنا انه نحن ندعم القوات المسلحه وندعم المجاهدين والمستنفرين حتى النصر ان شاء الله. والي الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزه مؤكدا باسم حكومه الولايه واللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية شكر هذه الوقفة والسند، وقال وهو عمل مقدر في مثل هذه الظروف التي تحتاج تضافر الجميع نصرة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين. والناس كلهم يعني يشكروكم، وبمجرد ما عرفوا أنه في غافلة جاية نشكركم أنه دي الثالثة أو الرابعة تجي، فده معدن أهل نهر النيل أنه يقيفوا مع أهلهم في ولاية الخرطوم. وكلكم اي زول يا جماعه عنده ارتباط بالخرطوم، وانا احيي رابطه ابناء دارفور برضو ذكرتهم قاعدين، وده بيدل على وحده السودان وسماحه السودان وانه وطن للجميع ويسع الجميع، ويعني الناس يتعايشوا فيه. الميليشيات زرعت فيه الفتن، لكن السودان ان شاء الله سيرجع الى افضل حال. ونبشركم قواتكم المسلحه والمقاتلين كلهم الآن في أحسن حال ومتقدمين في كل المحاور. الله أكبر الله أكبر. وقريب قريبا جدا إن شاء الله أم درمان دي تكون طاهرة من كل الميليشيات. قافلة العبيدية والفاروق بمحلية بربر ولاية نهر النيل وقفة معبرة عن إنسان السودان مع قواته في معركة الكرامة دعما وسندا لتحقيق النصر المؤذر. لتلفزيون السودان عبد العال سليمان عبد الرحمن حسن الخرطوم. إلى ذلك افتتح والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة فرع بنك أم درمان الوطني بشارع الوادي محلية كرري، وذلك بحضور قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية اللواء إبراهيم الجالب وعدد من قيادات المنطقة. ويمثل هذا الافتتاح الثالث من نوعه خلال أسبوعين، إذ كان بنك النيل قد افتتح فرعه فيما افتتح بنك الخرطوم 2 من فروعه. مواصلة لمشتريات الاستقرار بولاية الخرطوم ودعم للخدمات الأساسية التي تزع الولاية لتوفيرها مع بقية القطاعات الرسمية والخاصة، افتتح والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وبحضور الدكتور محمود القايم وزير الصحة المكلف واللواء ركن إبراهيم عبدالله الجالي قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وجمع غفير من المواطنين، افتتحوا فرع بنك أم درمان الوطني بكرري في خطوة متواصلة من البنوك لافتتاح فروعها في المناطق الآمنة بعد العمليات الناجحة التي نفذتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية في تحرير أجزاء واسعة من أم درمان الكبرى. والي الخرطوم عبر عن إشادته بهذه الخطوة من بنك أم درمان الوطني لفتح أول فرع له، وكان ثالث بنك بعد بنك النيل والخرطوم، مؤكدا أن هذه الخطوة ستخفف معاناة المواطنين، كما رحب بخطوة البنك القادمة بفتح فرع ثان في الأيام القادمة.
أنه رغم الحرب الشعب السوداني يمارس حياته، ومواطني ولاية الخرطوم الذين تحملوا هذه المصاعب وعانوا كثيرا من جراء هذه الحرب، إلا أنهم قدموا دروس في الصمود وفي التضحية في تحمل المشقة. فلذلك كان لابد للحكومة أن تقف إلى جانبهم وأن تقدم لهم الخدمات. نقول لهم نحن عهدنا مع الناس إننا نجتهد في خدماتهم، كل الخدمات. وعشان الناس عانوا كثير جدا من عدم وجود المصارف والبنوك، كانوا الناس بيمشوا شندي وعطبرة والدامر لمعاملات بنكية بسيطة. لكن احنا ناشدنا اخواننا في البنوك كلهم، والحمد لله بنك الخرطوم اشتغل، بنك النيل اشتغل، واليوم بنك ام درمان الوطني. من جانب اوضح مدير بنك ام درمان الوطني بكري عبد الحفيظ محمد خير بان هذا الافتتاح هو بداية لمسيرة البنك بالخرطوم وبشرى بعودة الحياة لطبيعتها، وقال بأنهم سيكونون سندا ودعما للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهي تخوض معركة الكرامة. نحن سعداء اليوم باستئناف عمل بنك ام درمان الوطني فرع شارع الوادي بمحلية كرري، سعداء بهذا اليوم، وإن شاء الله تكون بداية لمسيرتنا في ولاية الخرطوم، بداية لعمل المصرفي لبنك ام درمان الوطني في ولاية الخرطوم، مبشرين بذلك عودة الحياة إلى طبيعتها. البنك فاتح بيقدم كل الخدمات بإذن الله تعالى، خدمات السحب والإيداع والتمويل والاعتمادات، يعني كل الخدمات التي كنا نقدمها في قبل بداية هذه الأحداث المؤسفة، الآن إن شاء الله نقدمها بإذن الله سبحانه وتعالى. افتتاح بنك ام درمان الوطني بكرري مع منظومة البنوك الأخرى من الخطوات المهمة الداعمة لاستقرار الولاية ومواطنيها، وهي أحد البشريات بالنصر الكبير للقوات المسلحة والقوات النظامية في معركة الكرامة. لتلفزيون السودان عبد العال سليمان عبد الرحمن حسن، الخرطوم. وفي ولاية الخرطوم أيضا تتواصل أعمال تأهيل الطرق بولاية الخرطوم بالتركيز على الطرق ذات الكثافة المرورية العالية، بالتزامن مع إزالة المتاريس من الطرق وفتحها أمام حركة المرور، حيث وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على شارع النيل الغربي في القسم الواقع بمنطقة الجرافة، ووجه الوالي هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بالإسراع في معالجة الحفر في شارع الوادي من بدايته داخل محلية كرري وامتداده في شارع النيل الغربي. جدد اللواء عمر محمد مصطفى قائد الشرطة العسكرية جدد عزم القوات المسلحة لدحر ميليشيا الذكر الإرهابية. جاء ذلك لدى مخاطبته مستنفري ومستنفرات المقاومة الشعبية بمعسكر الشهيد الرائد لقمان بابكر بحي المنارة وود البخيت القطاع الشرقي بمنطقة وادي سيدنا بمحلية كرري، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، مؤكدا دعمه لكافة برامج المقاومة الشعبية. من جانبه أكد العميد معاش الطيب الأمين الكباشي ممثل المدير التنفيذي لمحلية كرري رئيس لجنة الاستنفار بالمحلية، أكد أن ساحات محلية كرري تشهد حراكا كبيرا لجميع المستنفرين والمستنفرات دعما وسندا للقوات المسلحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل السودان أكثر أمنا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل شهدانا في عليين مع صديقين والشهداء والصالحين وحصلوا عليك الأخيرة، وأن يشفي ويداوي جرحانا، وأن يفك أسرانا، وأن يعيدهم إلينا سالمين غانمين معززين مكرمين بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين أن هيأ لهذا الوطن رجال ونساء أمثالكن إن شاء الله، وإن شاء الله السودان بخير ما دام أنتن بخير إن شاء الله، وإن شاء الله السودان لا يؤتى من أي جهة ما دام أخواتنا سيبة بهذه الروح. كما قامت المؤسسة الوطنية لتمويل الأصغر بالقوات المسلحة بتوزيع سلة رمضان لمندوبي القوات المسلحة بالخدمة والمعاش مطلع هذا الأسبوع، حيث شمل المشروع عدد 25,000 سلة غذائية تم توزيعها على مناطق القضارف، سنار، سنجا، الدمازين، كوستي، الأبيض، كسلة، بارسودان، عدبرة، شندي ومروي. ويأتي هذا المشروع دعما لمنتسبي القوات المسلحة بالخدمة والمعاش
وإسنادا لهم في ظل الظروف التي تمر بها القوات المسلحة والبلاد. عرض أحداث اليوم متواصل معكم من تلفزيون السودان. بحث والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف ودعت الله في الاجتماع المشترك الذي ضم عددا من مديري أفرع البنوك والمصارف ووزارة المالية والقوى العاملة بالولاية وجهاز تنمية وتحصيل الإيرادات واتحاد أصحاب العمل والغرفة التجارية. بحث تفعيل العمل المالي والاقتصادي والمصرفي بين المتعاونين في القطاع العام والخاص لتنظيم الفائدة وحل الإشكالات التي تواجه النظام الاقتصادي والمصرفي. وأكد عبد الخالق تعاون حكومتي وتوفير كل ما يليها من إمكانيات حتى تتمكن المصارف من القيام بدورها. وأوضح النور بشير عبد الله مدير بنك الإدخار رئيس اتحاد المصارف بالولاية، أوضح أن الاجتماع تم من خلاله التنسيق المتكامل بين المصارف واتحاد أصحاب العمل فيما يلي تعزيز التعاون بين الجهات ذات الصلة. منذ أكثر من 3 أشهر أغلقت البنوك والمصارف بولاية شمال كردفان أبوابها بصورة كاملة لكافة المعاملات بسبب الحرب التي تشهدها البلاد، إلا أن هذه الأيام تلوح البشريات بمباشرة العمل والخدمات المصرفية بدءا بشريحة المعاشين، حيث وقفت اللجنة الأمنية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن وقفت على سير المعاملات المصرفية بمدينة الأبيض لعدد من البنوك ومدى التأمين الكامل لكافة البنوك والمصارف. الحمد لله يعني أنجزنا فيها 85%، واليوم الحمد لله البشريات بدأت بوصول مستحقات المدنيين، وبحمد الله يعني الآن كما ترون يعني بحمد الله تم إنجاز والله تمت جدولة البنوك داخل مدينة الأبيض إلى 5 مجموعات لإتاحة أكبر عدد من البنوك للدخول في الخدمة. مديرو البنوك والمصارف أكدوا استعدادهم لتسهيل كافة الإجراءات للعملاء خاصة شريحة المعاشيين، مشيدين بدور الأجهزة الأمنية في تأمين المصارف. ماشيين بصورة جميلة وممتازة، بدينا بالمعاشات تحت القوات المسلحة وانتهينا منها تماما. الليلة اليوم بدينا بمعاشات المدنية، والحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا وقطعنا شوط كبير جدا جدا، يعني أكثر من 70% بكل أريحية وبتأمين تام. نحن والله نأكد أنه نحن كموظفين بنوك وأنا كمدير بنك أنا مطمئن تماما في أننا نأدي خدمتنا كمصارف أو كبنوك، ونسأل ربنا أنه الأمن يستمر بهذا المستوى إلى أن يعني الأمور تستقر وترجع البلاد كما كان بإذن الله. خطوة فتح البنوك من حكومة الولاية ولجنة أمنها وجدت الإشادة والارتياح من قبل المواطنين والذين عانوا كثيرا في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة في معركة الكرامة والعزة. والله يصرف بسلاسة، ما فيه مشكلة. المشكلة فينا نحن ما قادرين ننظم رقبتنا على أساس أنه يخشوا أكبر غدر من المواطنين لصرف المرتبات. الناحية الأمنية الواحد مطمئن جدا جدا، ما في حاجة. صرف الشهر دي هم أسكى والشهر ده ربنا يدينا المهلة لما نشوف الباقي وين نحمده ونشكره تعبنا ونشفنا والمنمش نشيله منه ذات خجلنا، لكن صابرين الحمد لله. مسألة مهمة بالمناسبة، مسألة تشغيل البنوك دي يعني مهمة جدا، دي الحياة ذاتها يعني. عشان كده الناس بس تأمن يعني تأمن البنوك، لكن تستمر يعني القفل حتى المؤسسات الأخرى يعني المؤسسات الحكومية الثانية والغضاء. أنا محامي يعني المؤسسات العدلية هنا كلها المفترض يعني ما في شيء بخليها تقيف يعني. افتتاح البنوك العاملة لمواصلة معاملاتها للمواطنين بولاية شمال كردفان وجد ارتياحا من قبل المواطنين خاصة شريحة المعاشين. إبراهيم أحمد إبراهيم، تلفزيون السودان، ولاية شمال كردفان الأبيض. التقى والي شمال دارفور المكلف حافظ بخيت محمد مع وفد منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، وناقش اللقاء عددا من المشروعات والخدمات التي تقدمها المنظمة. وأكد الوالي استعداد حكومته لتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل المنظمة
مشيدا بالجهود التي تبذلها في ظل الظروف التي تعيشها البلاد. من جانبه كشف ممثل المنظمة محمد علي محمدين عن وصول كميات كبيرة لدعم القطاع الصحي بالولاية. اطمأن المدير التنفيذي لمحلية النهود موسى علي إبراهيم ولجنة أمن المحلية اطمأنوا على مدى الأوضاع الصحية بمستشفى النهود المرجعي، حيث تفقد جرح عمليات معارك الكرامة بغرب كردفان وأقسام الجراحة وغسيل الكلى والعناية الوسيطة، كما عقد اجتماعا مع إدارة المستشفى بحث من خلاله السبل الكفيلة بتطوير الأداء وتحسين الخدمة الصحية لمواجهة التدفق الكبير من المرضى. وقف الأستاذ موسى علي إبراهيم المدير التنفيذي لمحلية نهود برفقة لجنة أمن المحلية ومدير عام وزارة الصحة بولاية غرب كردفان ومدير ديوان الزكاة بمحلية نهود، وقفوا على مجمل الأوضاع الصحية لجرحى معارك الكرامة ومصابي القوات المسلحة بمستشفى النهود المرجعي. هذا وقد ثمن المدير التنفيذي لمحلية نهود الجهود الكبيرة التي يقوم بها الأطباء لتقديم الخدمات الطبية للمرضى في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وكذلك الوقوف على جرح القوات المسلحة، وكذلك المستشفى برضو يحتاج لكثير من المعينات. نحن ندعو الإخوة وكل الخيرين والناس الممكن يساهموا في خدمات الصحية اللي بيحتاج لها مواطن هذه المنطقة. وقالت الدكتورة نجاح يوسف عبد الوهاب مدير عام مستشفى النهود المرجعي إن المستشفى ظل يستقبل الحالات الحرجة من كل ولايات غرب السودان بالرغم من شح الإمكانيات الطبية. الحوجة الموجودة في المستشفى ما بسيطة، لأنه المستشفى ما بقت مستشفى بتعالج بس مستشفى مواطن النهود ولا غرب كردفان، بتعالج كل الغرب. التردد فيها زايد زيادة ما متوقعة. يعني قبل 3-4 شهور كان التردد 450 في اليوم تقريبا، الآن التردد أكثر بكثير. هذا وقد اطمأن المدير التنفيذي على أحوال المرضى بقسم غسيل الكلى وقسم العناية المركزية الوسيطة. من جانبه أكد مدير ديوان الزكاة بمحلية نهود الأستاذ عبد الكريم عبد الله محمد حامد دعم ديوان الزكاة لمركز غسيل الكلى والمساهمة الفاعلة في علاج جرحى معارك الكرامة بغرب كردفان. هذه المستشفى حقيقة يعني تحتاج إن شاء الله لدعم منا كبير جدا، وخاصة قسم الكلى يحتاج هذا القسم لدعم إن شاء الله، والتزمنا إن شاء الله إحنا كل النواقص الموجودة إن شاء الله نكمل أيضا الجرح المحتاجين لعمليات أيضا، كذلك إحنا ننسق مع أخواننا في المستشفى إن شاء الله نقوم بكل عمليات. إلى ذلك فقد قدم مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة العقيد أمن عبد الحفيظ عمر صالح قدم دعما ماديا لجرح عمليات معارك الكرامة بمحلية نهود. هذا وقد عقد المدير التنفيذي لمحلية نهود اجتماعا مطولا مع إدارة المستشفى بحث من خلاله السبل الكفيلة لتطوير الأداء الصحي بمستشفى النهود. كباشي موسى، الحاج أبو عقلة، لتلفزيون السودان النهود. مؤسسة زراعية بكادوغلي ووزارتي الإنتاج والمالية برئاسة والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم أجاز خطة توطين تقاوي أصناف مختلفة من محصول الذرة في مساحة 500 فدان. وكشفت مدير محطة البحوث الزراعية بكادوغلي دكتور سعاد أبكر أبانا كشفت أن الاجتماع شدد على أهمية إحكام التنسيق والإعداد المبكر لتنفيذ الخطة والاهتمام بتطبيق الأسس والمعايير العلمية وحزم التقانات الزراعية، مؤكدة استعداد المحطة والباحثين للعمل مع الشركاء من أجل استنباط أصناف من محصول الذرة تلائم ظروف الولاية وتساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية. تم مناقشة مشروع توطين التقاوي في ولاية جنوب كردفان من إدارة المحطة في أمانة الحكومة بشراكة مع وزارة الإنتاج والمالية وبإشراف من السيد الوالي. الحمد لله تم عرض المقترح ومناقشته وإجادته في الإنتاج 500 فدان أصناف مختلفة من الذرة في الولاية للعام 2024. إن شاء الله هنبدأ من
واحد أربعة في كل الإجراءات بتاعت التنفيذ. كما ترأس والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية الذي انعقد بأمانة الحكومة بكادوغلي، وأكد أمين عام الحكومة الناطق باسم المجلس عبد الله عبد الرازق إسماعيل أكد أن الاجتماع أجاز تقارير القطاعات الحكومية فيما يلي مخرجات وتوصيات ملتقى ولاة الولايات وحكام الأقاليم في محاور الأمن والسلم الاجتماعي والخدمات ومشروعات التنمية، بجانب تقديم تنوير حول سياسات وضوابط موسم الحج للعام 1445 هجرية قدمه أمين الحج والعمرة بالولاية. تم في هذا الاجتماع استعراض تقارير القطاعات الوزارية حول موقف تنفيذ توصيات ملتقى حكام وولاة الولايات الذي انعقد مؤخرا بالقطارف في ديسمبر 2023 المنصرم. التوصيات التي تلي الولاية فيما يلي في تنفيذها، وشملت 7 توصيات، منها ما يختص بجانب الحكم والإدارة ومعاش الناس والأمن والبيئة. كما تلقى المجلس تنويرا من أمين عام الحج والعمرة فيما يختص بالسياسات والضوابط والإجراءات التي اتخذت لحج عام 1445 هجرية. عرض أحداث اليوم مستمر معكم من تلفزيون السودان. انطلقت بولاية النيل الأبيض ورشة القرار الإداري إصداره وكيفية الطعن فيه، والتي نظمتها الإدارة القانونية بولاية النيل الأبيض بالتعاون مع أمانة حكومة الولاية. وقال وزير التربية والتوجيه مصطفى حسن، قال إن الورشة تأتي ضمن جهود حكومة الولاية الرامية إلى تجويد وتطوير العمل الإداري باعتباره أساس التنمية وإدارة شؤون بالصورة المطلوبة. من جانبه قال الدكتور الصادق مفرح رئيس الإدارة القانونية بولاية النيل الأبيض، قال إن إدارته درجت على إقامة الورش التدريبية المتعلقة بالارتقاء وتحسين العمل الإداري القانوني بغية أحداث نهضة تنموية وخدمية بالولاية. هذه الورشة من أن هذا الموضوع يلامس القضايا التي تخص حياة الإنسان، ولذا كانت هذه الورشة لتطوير الأداء وتقويته حتى يتم التعامل في المسائل الإدارية وإدارة شؤون المجتمع بالصورة الصحيحة والصورة السليمة. أتمنى في هذه الورشة للسادة الحضور الاستفادة الكاملة من هذه الورشة حتى يقوموا بعكسها في أداء عملهم في مواقعهم المختلفة. هذه الورشة هي امتداد لورش أخرى في الفترات السابقة، وهي ليست الورشة الأولى بهذا العنوان، إلا أننا أردناها أكثر تفصيلاً في موضوع هام، موضوع يرتب التزامات كثيرة جدا على الدولة إذا لم يتم وفقا لضوابط وإجراءات قانونية محددة. عنوان هذه الورشة كما ذكر مقدم البرنامج القرار الإداري إصداره وكيفية الطعن فيه. ما هو القرار الإداري؟ ما هي دواء إصدار هذا القرار الإداري؟ ما هي مسبباته؟ شهد الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة تدشين المواد الصحية بمراكز الإيواء بمدينة المناجل الذي نظمه الهلال الأحمر السوداني بولاية الجزيرة. وأكد الوالي أن المواد الصحية تأتي ضمن سلسلة من الدعومات التي يقدمها الهلال الأحمر السوداني، مشيداً بتعاون الصليب الأحمر في دعم مراكز الإيواء ودورهم في تخفيف معاناة المواطنين الذين تأثروا بالحرب. نحن والله بنشكر الهلال الأحمر السوداني وعلى رأسه الدكتورة عايدة سيد، والهلال الأحمر القطري وعلى رأسه الأخ الدكتور عادل الدعاق،
لجهودهم المستمرة معانا ونحن على اتصال بهم طوالي. والغرض من هذه الأشياء هو تخفيف العبء على أخواننا الناجين من الحرب. إحنا ما قاعدين نقول نازحين، بنقول ناجين من الحرب. ربنا نجاكم من حرب لعينة، وإن شاء الله ترجعوا لأهلكم سالمين غانمين، وإن شاء الله في الغريب العاجل كلهم ترجعوا لأهلكم. ومفترض كل وافد تجيه صلة صحية وصلة غذائية، وشغالين برضه في صيانات في مستشفى المناجل، وشغالين الآن عندنا 20 حمام حيكونوا في المدارس بتاعة المعسكرات إن شاء الله. وفي شغل بتاع دعم نفسه حيتم، في شغل بتاع جلسة توعية حيتم برضه. بعد ذلك في مشاركات من أخواننا المتطوعين في المدارس، نحن ذاته قلنا يعملوا للناس الموجودين دورات تدريبية في الإسعافات الأولية عشان يساعدوا نفسهم في البداية. لا قدر الله حصل لأي زور حاجة للطفل ولا كده، بنعمل لهم دورات حق الإسعافات الأولية عشان يستفيدوا منهم في المجتمع. وبعد ذلك ممكن يرجعوا بها لأهاليهم، ويكونوا هم شالوا ذات كويس من المناجل عشان تكون ذكرى من أخواننا في الجبهة الأحمر السوداني محلية كمان. أكد والي كسلة المكلف محمد موسى عبد الرحمن أهمية قيام فرع للمركز القومي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بالولاية وتوطين العلاج داخل ولاية كسلة. جاء ذلك خلال لقائه وزير الصحة بالولاية دكتور علي آدم ومدير المركز القومي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد دكتور عبد المنعم الطيب. وأشار مدير المركز إلى رؤيتهم لإنشاء فرع للمركز بالولاية حتى يساهم في تقديم الخدمات الطبية للمرضى ويقلل من تكلفة العلاج بالخارج. حكومة ولاية كسلة باستقبال المركز وترحيبه به، وده واحد من العوامل اللي خلتنا نختار كسلة كمقر للمركز، الترحيب من الولاية كحكومة. حقيقة الوالي اللي رحبنا ترحيب جيد شديد جدا جدا، وقاعد بيقدم كل الخدمات. سيد وزير الصحة دكتور علي برضو ما قصر واختار علينا مكان جيد شديد جدا جدا، المركز التشخيصي. المركز التشخيصي اللي هو حينطلق منه بداية خدمات الجهاز الهضمي من الولاية ولكل السودان. والولاية كسلة موعودة إن شاء الله بخدمات نوعية في الفترة المقبلة بإذن الله تعالى، خصوصا في ظل وجود مثل الأخ دكتور عبد المنعم يعني. وتكون إن شاء الله بصدد إقامة مركز الجهاز الهضمي، وحابدو بخطة طموحة إن شاء الله بدءا بالعمليات القنوات المرارية، وبالإضافة للعمليات المتطورة كزراعة الكبد في ولاية كسلة إن شاء الله. خطة طموحة مع الولاية إن شاء الله، يعني بنسعى جاهدين ننفذها في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. وفي ولاية كسلة أيضا قام الوالي المكلف محمد موسى عبد الرحمن بزيارة تفقدية لأمانة ديوان الزكاة بالولاية، وقف من خلالها على أداء الديوان والمشاريع المقترحة والمنفذة في شهر رمضان المعظم، إلى جانب دعم الفقراء والمساكين ومراكز الإيواء ودور العبادة وخلاوة تحفيظ القرآن الكريم. من جانبه أشاد أمين ديوان الزكاة بالولاية حامد عبد الله حامد بزيارة الوالي، وقال إنها تسهم في توجيه النصح والإرشاد لإدارة الديوان للاطلاع بدوره تجاه الشرائح المستهدفة. وحقيقة إنه ما تم تنفيذه والحمد لله تم بنسبة 80% من التنفيذ اللي فيما يختص بكيس الصائم وإطلاق سراح نزلاء السجون. ويعني الحمد لله إنه ما تبقى لنا من فرحة العيد إن شاء الله دي هتنفذ يوم نهاية رمضان، وكذلك إنه الرعي والرعية إن شاء الله هننفذها في يوم 18 رمضان. وكذلك أطلعنا الأخ الوالي إنه يعني برضو خلاجت يعني بمبالغ مقدره جدا تكاد تكون 89 مليار، ودي شكل عينيات او ذره وبلح وسكر. وكذلك انه دور الايواء انه الحمد لله تخطط بنسبه 70% من دور الايواء تخطط تماما بمواد عينيه. والحمد لله برضو عندنا اطفال المايقومه انه استضافتهم الولايه، والحمد لله انه برضو وفقنا اوضاعهم فيما يختص بالخزاء، وان احنا ان شاء الله الخزاء والكساء كلها حتكون على الديوان. شهد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة واللواء أمن الحسن علي محمد صالح مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم واللواء أمن محمد الطيب أمبيجا مدير دائرة أمن أم درمان الكبرى وعدد من الضباط بالهيئة، شهدوا بالريف الشمالي لمحلية كرري برنامج إفطار أسرة الشهيد مقدم أمن مجاهد عثمان مرغني الذي استشهد ضمن متحرك
أسود العرين بمعركة الكرامة. نحن بالأمس طفنا مع الأخ الكريم وزير الصحة الاتحادي، طفنا على المستشفيات. لو رأيتم ما فعلته هذه الميليشيات بالمستشفيات لذهبتم كلكم إلى الخطوط الأمامية تبحثون عن هذه الميليشيات لتنتقموا منهم. نحن إن شاء الله نسير في هذا الدرب إلى أن يتحقق النصر، والنصر إن شاء الله قريب. هذه الولاية إن شاء الله قريبا ستتعافى. نحيي كل من يده على الزناد الآن في الخطوط الأمامية. كل ما نذهب في الخطوط الأمامية نجد معنوياتهم أكثر من معنويات الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى عاجل الشفاء للجرحى. نظمت الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة بولاية سنار الإفطار السنوي لكتيبة الرواق السناري المتجهة إلى الخطوط الأمامية حماية للأرض والعرض. وأكد ممثل كتيبة الرواق السناري جاهزيتهم للمشاركة في معركة الكرامة، مؤكدا أن شباب ولاية سنار هم دوما في الموعد لدحر التمرد وإسناد القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الكتيبة تلقت كافة أنواع الفنون القتالية وحرب المدن. أقام مجمع الرحمن الرحيم الإسلامي بمدينة الأبيض إفطارا جماعيا بمشاركة والي شمال كردفان الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وعدد من المسؤولين والأجهزة الأمنية ومشائخ الطرق الصوفية والخلاوي. وأكد الوالي حرص الولاية على الوقوف مع الخلاوي في نشر الدعوة وترسيخ تعاليم الدين. من جانبه أبان الأستاذ عبد الرحيم آدم أبو البشر مدير الشؤون الدينية بالولاية أبان أن المجمع شكل منارة من منارات الدعوة من خلال الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم ونشر علوم الدين. يحتسب وزير الثقافة والإعلام والعاملون بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية البحر الأحمر عند الله تعالى المغفور له بإذن الله الفنان فيصل الجعلي أحد رموز الفن والإبداع بمدينة بور السودان وولاية البحر الأحمر. ألا رحم الله الفنان فيصل الجعلي رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته مع الصديقين والنبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية عرض أحداث اليوم لهذه الليلة. نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيه من عناوين. لدى لقائه البرهان وفد المقاومة الشعبية بإقليم دارفور يؤكد وقوفه مع القوات المسلحة في معركة الكرامة. اللجنة العليا للتعامل مع بعثة الأمم المتحدة تقف على الأوضاع الإنسانية بالبلاد. والي الخرطوم يفتتح فرعا جديدا لبنك أم درمان الوطني بكراري. بهذا مشاهدينا تكمل واكتمل عرض أحداث اليوم لهذه الليلة. خالص تحياتي وفريق العمل، ونسأل الله أن ينعم على بلادنا بالأمن والسلام والاستقرار والنصر للقوات المسلحة. ابقوا في أمان الله.